الموضوع سهل جدا وبسيط قوي. مقاديري بتقول لو انا عندي كيلو بطاطس سلقها من غير ما برد عليها، خليكم ملحو، خلي بال حضرتك من غير ما برد عليها، ودي لازم ناكد عليها ونحط تحتها 4-5 خط. البطاطس بعد ما اسلقها اسيبها شويه واحط ايدي في ميه وامسك القشره اقشرها من غير ما برد عليها تحت ميه خالص، او بمعنى اصح يعني ممكن كمان الافضل ان انا بعد ما اسلقها بحطها على باب فرن شويه، لو انا عندي فرن شغال كده افتح الفرن عندي شويه واحطها عندي على باب فرن تنشف كمان، مش محتاجه بطاطس خالص يكون فيها ميه. بعد كده عندي 2 بيضة، عندي بعد كده 2 بيضة، المقادير تنزل معانا. يبقى بطاطس عندي بعد كده 2 بيضة، ماشي، مش عارف هي المفروض في الورقة البطاطس فرماج ما ماشي، طيب طيب ماشي مش كان. يبقى أنا عندي كيلو بطاطس، كيلو بطاطس بنسلقها، ركزوا معايا كويس، أو حتى ممكن تتكتب وهي كده، كيلو بطاطس مسلوقه من غير ما نبرد عليها، ماشي، وعندي 2 صفار بيضه، 2 صفار بيضه، وعندي بقى كده ملح وفلفل و100 جرام جبنه شيدر، و100 جرام جبنه شيدر. تاني نقول تاني، يبقى كيلو بطاطس مسلوقه من غير ما نبرد عليها، مسلوقه من غير ما نبرد عليها، وعندي بعد كده 2 صفار بيضه، وعندي بعد كده ملح وفلفل ابيض، وعندي بعد كده 100 جرام جبنه شيدر، وبعد كده عندي البانيه دقيق بيض بقسماط، وعندي زيت للقلي، وعندي زيت للقلي، ماشي. بعد كده اول حاجه هنعملها، انا واخد نص الكميه عندي، اول حاجه هنعملها هناخد عندنا البطاطس دي كده ونبدا ناخدها عندنا اهي، النص كيلو عندي انا عامل نص كيلو قبل كده قبل الهواء، بناخدها عندنا كده اهو بطاطس اهي، بعد ما سلقناها من غير ما نبرد عليها وهرسناها نديها عندنا شوية ملح كده وفلفل أبيض مش أسمر، ولو عندك بهار، بهار يعني اللي هو إيه البهار الحلو، رشة بسيطة جدا منه، لأن جوز الطيب فيها كلام وفيها أقاويل مش هنستخدمها، ماشي. بعد كده أجيب عندي صفار بيضة أهي، ونبدأ إن إحنا نقلب الكلام ده كله مع بعضه كده. يبقى خدت عندي البطاطس، عندي كيلو بديله صفرتين بيضة، صفرتين بيضة بديله عندي ملح وفلفل، لو عندي اللي هو البهار الحلو بديله رشة بسيطة جدا فيه، ماشي كده. وبعدين بقلب باخد الكلام ده عندي وابدأ اجيب عندي الجبنة اللي انا الشيدر دي وابدأ اقطعها قطع صغيرة زي دي كده، اه شايفين القطعة دي، اه قطعة زي كده شايفين دي، اه بالشكل ده كده، اجيب الجبنه شيدر عندي وابدا اقطعها كده، اه بالشكل ده عندي كده، خلاص خلاص. وبعد كده بنعمل ايه، هوريكم بنعمل ايه كده، اه حلو حلو الكلام. بعد كده بنيجي ناخد عندنا البطاطس دي نبدا نفردها عندنا بدقيق، هوريكم ازاي سهلة جدا نقدر نفرزها عندنا ونشتغلها عادي ونعملها في أي وقت لولادنا. بنيجي كده ناخد عندنا شوية دقيق زي دول كده، أه، وأبدأ آخد عندي البطاطس دي اللي أنا عملتها دي اللي أنا حطيت عليها بيض صفار بيض وتبلتها بالملح والفلفل الأبيض بعد ما سلقتها من غير ما برد عليها كده، وأبدأ برضو ده فيها دقيق كده، وأبدأ هنا آخد دي كده، أه اهو بالشكل ده، اعملها اسطوانيه اهو، واخد الحجم حته حته علشان ما اتعبش نفسي كده اهو بالشكل ده اهو، ودي كمان كده، اخد دي كده افرد واجي هنا اعمل حز في النص كده، حلو الكلام حلو الكلام. اجيب عندي ادي الجبنه اهي، الجبنه اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، ادي الجبنه عندي اهي بحطها في النص كده بالشكل ده، بنحاول نعمل حاجات بسيطه وفي نفس الوقت مش مكلفه وفي نفس الوقت تنفع اولادنا في الوقت ده. اخد دي كده برضو دي كده وابدا اهو كده كده كده، اخد كل قطعه من دي اقفلها كده
بعدين اخدها كده. حلو الكلام. اه يا مدام نادي، السلام عليكم. الو مدام نادي، اهلا بيك. استكل مساء الخير يا شيخ. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. انا معلش عايز اكلمك بس لو سمحت ما حدش يقطع عليا الخط. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا كلمتك امبارح الفاصلين الاولانيين يعني اكتر من نص ساعه. اتفضلي على الخط. اتفضلي. ومحدش وصلني بيك، وبعدين انا تابعت الاعاده اتضح انه ما فيش حد اتصل بيك. طب لما ما يكونش في اتصال ليه بقى على التتر اتصال كذا ومحمول كذا؟ وبغض النظر عن التكلفه انا مش يعني لا. مش اولى بالنسبه. انا هقول لك هقول لك ايه المشكله. استفيد بيها. هقول لك ايه المشكله. حاضر. هو اولا حقك عليا يوضح لكن ما يلطعنيش. طب حاضر حاضر هقول لك ايه المشكله. حاضر حاضر. حاجه تانية؟ اتقطعت نص ساعه يا شيخ. انا حقك عليا والله العظيم. لا مش انا مش عايزك عشان يعني والله عشان تبقى في مصداقيه. انا والله بكل القنوات والله بيرد عليا بمنتهى السرعه. والله والله كمان مره لو اقدر يعني اعتذر باي شكل تطلبيه انا تحت امرك. والله بتكلم جد، اي شكل تطلبيه اعتذار تحت امرك. بس انا هقول لك الموضوع ايه بالظبط. حصل فيه مشكله، كان فيه فعلا اتصالات، وحصل فيه مشكله قبل برنامج بالظبط. حصل فيه مشكله في الاتصالات، فهم ما حبوش يقطعوا اتصالات على اساس ان قالوا ممكن تيجي في اي لحظه، يعني العطل مش من عندهم، انا ممكن تيجي في اي لحظه، فهنخلي الشريط بتاع الاتصالات ممكن تيجي في اي لحظه اتصالات، ما نمنعش المشاهدين ان هم يتصلوا، لكن بجد ده اللي حصل بالظبط وده اللي وصلني بالظبط يعني. فانا بعتذر لك واداره البرنامج بتاعتذر لك واسف جدا جدا، واي حاجه ترضيك انا تحت امرك والله. بشكرك جدا. واحنا هنا يعني انت قلتي ما حدش يقفل علينا، ما حدش يقفل على حد على فكره. على فكره هنا عندنا بندي فرصه لاي حد يتكلم، حتى لو كان انتقاد حد اي حاجه بندي فرصه للناس انها تتكلم براحتها خالص. يعني زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، اهو عملتها كده اسطوانيه مخروطيه كده اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده باخدها عندي افرزها، افرز الكميه دي. ايوه افرزها. يفضل انها تكون صغيره كده عشان لو حبيت تدي ابني في ساندوتش اربع خمس وحدات كده في ساندوتش ياخدهم، حتى شكلها جميل قوي. هتطرقع معاه شويه في ساندوتش، هتطرقع انا عارف، بس تبقى كويس. بعد كده بنجيب عندنا كميه زي دي كده، بعد ما احنا جمدناها شويه اهو، ابدا اطفي هنا بعد اذنك. بعد ما جمدناها شويه هنبدا ناخدها عندنا اهو، جمدت معايا شويه، اقدر اتحكم فيها واقدر اشتغل. اخدها عندي بعد كده، بعد ما احط في الدقيق اخدها عندي في البيض، وبعدين البقسماط. ادي البيض، احط في البيض عندي شويه ملح صغيرين اهو وشويه فلفل كده اهو. يا روان السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي. عايز اهلا بحضرتك، عايز طريقه الطحينه. حاضر. حاجه تانية؟ وعايزه الرز بالخلطه. الرز بالخلطه. هو نفس الرز ده بالظبط، بس هنشيل الكبد والقوانص ماشي، وهندي البصلايه مع الرز ونقلبها كويس قوي، وبعدين بدل ما اسقي ميه هسقي ديمي جلاس. بدل بس ميه هسقي ديمي جلاس. ديمي جلاس او رمياج اللي هو ناتج تسويه اي فخده عندك او عرق روستو او حاجات من دي، باخدها عندي بصفيها واسقي بيها. ده الرز بالخلطه. يبقى انا بصلايه مع الرز بقلبه، بديله معلقه قرف، ممكن اديله بابريكا كمان مفيش مشكله خالص، او ممكن اديله معلقه صلصه. وبعد كده بدل ما اسقي عندي بالميه بسقي بالديمي جلاس او رمياج زي ما انتم شايفين كده. بشكرك جدا جدا، وهقول لك ان شاء الله على السؤال الثاني اللي هو ايه كان. ايه السؤال الثاني كان؟ ايه؟ لا الطحينه. هقول لك على الطحينه تعمل ازاي. زي ما انتم شايفين كده بناخد عندنا ده كده اهو، ونبدا هنا اهو. لازم ادخلها عندي الفريزر شويه علشان تبدا تمسك معايا واقدر اشتغلها اهو. ناخد كميه كده نحطها هنا اهو. يبقى الطحينه عندي، والكريم كراميل لو عندك يا عماد الله يخليك، والعجينه اللوز اللي انا عملتها امبارح لو موجوده عندك استاذنك ممكن تنزل على الهواء تصوروها حتى. ماشي اهو كده زي ما انتم شايفين. ودايما بستخدم ايد في البيض، والكريم كراميل هينزل على الهواء دلوقتي، حضرتك صوريه براحتك خالص. طبعا انت عارف التكنيك ان انا بحط السكر مع اللبن لغايه لما يسخن معايا قوي، واضرب البيض مع الفانيليا واحط ده على ده، واكون مجهز عندي بعد كده الكراميل. واهم حاجه عندي الكراميل بعد ما اصبه عندي في القالب لازم يبرد عندي، واحط عليه الخليط ده وادخله الفرن في حمام ميه على درجه حراره 180 درجه، واخد معاه بحدود 40 دقيقه 45 دقيقة، بيطلع معايا زي الفل. بعد لازم يبرد معايا علشان ابدا ايه؟ ابدا ان انا اقلبه. وعجينة اللوز كمان معانا اهي، عبارة عن ربع كيلو لوز وعندي ربع كيلو سكر بودرة، نحطهم مع بعض ماشي، ونحط عليهم بالظبط ثلاث معالق عسل جلوكوز، ونحط عليهم معلقة مية أو معلقتين مية، يتضربوا معانا كويس جدا جدا. بعد كده الفهم عندي بثلاث معالق نشا، ثلاث معالق نشا الفهم في الآخر معايا،
وتطلع معايا زي الفل، وابدا احفظها عندي واشكلها او احطها عندي على تورتايه او اعملها. ماشي. الطحينه سهله جدا، هقول لك عليها وانا شغال دلوقتي كده. الطحينه ماشي، بص يا كريم كده على الدجاجه كده لو عايز تلف ولا حاجه من فضلك. الطحينه انا ما عملتهاش، هقول عليها. ماشي. انا بجيب عندي كوبايتين سمسم بحطهم عندي على النار في طاسه، بحطهم عندي على النار فين؟ في طاسه. ماشي. يسخنوا معايا من غير ما الونه، يسخنوا معايا من غير ما الونه، والاخر خالص بديهم بالظبط نص معلقه ملح، وبديهم بالظبط معايا في حدود معلقه او معلقه ونص دقيق. الدقيق معايا يستوي برده من غير ما الون. اخد كل الكلام ده اضربه عندي كويس قوي في الكبه، يعني اضربه ضرب مبرح زي ما بيقولوا، يعني ضرب مبرح. بعد كده وهي بتتضرب كده بلاقيها مسكت عملت زي العجين معايا، بديها بعد كده كوبايه او كوبايه ونص زيت، ويفضل يكون زيت سمسم، واضربها تاني معاه واحفظها بعد كده عندي البطرمان وابدا اشتغلها عادي مفيش مشكله خالص. طب دي الطحينه يا شيف محمد زي اللي بتتباع بالظبط في المصانع وكمان ده؟ لا، المصانع موضوع تاني خالص مختلف، دي اسمها طحينه في البيت. طريقه عمل الطحينه في البيت ليه يا شيف محمد؟ لان المصانع اساسا عندها حاجه اسمها عارفين انتوا الحجاره، في حجاره كده كبيره ماشي زي بتاعه الزمان اللي كانت بتطحن القمح، عارفينها ايوه. السرجه اسمها السرجه، بس الحجاره دي حاجه تانية. بص يا جماعه، حجاره كبيره وحجاره تانية، وفي عندي حاجه كده زي القمع بيتحط فيه شوال الحمص او الحمص بعد ما تنقع في ميه وملح عشان يرسب الرواسب اللي فيه، بيطلع فوق الوش الحمص بيتشال بيتنشف تاني في فران، وبيتاخد بعد كده عندي في القدوس ده ماشي، السمسم بيتاخد عندي في القدوس ده اللي هو زي القمع ده، وبيبدا القدوس دي ينزل على ايه؟ على الحجرين الكبار دول، يجي السمسم بين الحجرين وبيلفه كده تلاقيه بيتطحن جامد جدا جدا، زي حاجه زي الرحايه، حاجه زي الرحايه ماشي. وبعد كده عايزه بقى عايز ينزل زيت، فبيضيق بيخلي المسافه ما بين الحجرين ضيقه جدا، فبينزل زيت وينزل حاجه اسمها كسب ماشي. طب عايز طحينه بيوسع شويه بحيث يطحن وينزل طحين. ده طريقه ايه عمل السمسم، واحنا عارفها منين؟ انا عندي اصدقاء ليهم مصانع في الموضوع ده، والموضوع سهل جدا. هطلع فاصل صغير بس انا عايز اقول لكم، دي هي كده وانا بطلع فاصل باخدها كده اهو بالشكل ده، هبدا احمرها احطها عندي في الزيت بعد ما تبقى كده اهو زي ما انتم شايفين عامله ازاي كده اهو كده. هبدا اجهز شويه زي دول كده عندي، واخدهم بعد كده احطهم عندي في الزيت يتقلوا بعد فتس كوركت هي نزلناها على النار بنقليها، ومقاديرها بنقول عليها تاني عباره عن كيلو بطاطس، كيلو بطاطس سلقناها من غير ما نبرد عليها، وبعدين هرسناها، وبعد ما هرسناها دينا ملح وفلفل واتنين صفار بيضه ماشي. خدناها بعد كده عجناها فردناها على شويه دقيق زي ما انتم شفتوها كده، وبعدين حطينا جبنه قطع من الجبنه الشيدر فيها ولفناها اسطوانيه برميليه كده، عملناها بعد كده بانيه دقيق بيض بقسماط قليناها في الزيت وقدام حضراتكم هنطلعها اهي ونشوف بعد كده هنعمل ايه اهي. تمام كده. مين؟ مدام فايزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا مدام فايزه، اهلا بيكي حضرتك وتسلم ايديك. اهلا يا استاذ كل. بقول لحضرتك النبي عجنت اللوزه انا ما لحقتش اصورها. ماشي حاضر، ننزلها تاني. شكرا. عينينا حاضر. زي ما انتم شايفين كده